سعد صباحكم مشاهدينا وما كنتم بتتابعونا في مشوار صباحي جديد من فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم الأحد 26 من حزيران أو من تموز. إحنا لسنا في حزيران بما إنه بنحكي عن درجة الحرارة وكنا بنحكي عن شهر حزيران وشهر تموز فضلت تموز بالضبط وحزيران وآب يعني اللي متوقع أيضا في تواصل ارتفاع درجات الحرارة وموجة الحر الشديدة اللي شهدناها في اليومين الماضيين يعني كسرت درجات الحرارة إلى حد ما في انخفاض على درجات الحرارة ولكن من المفترض أنه يكون في كمان موجة حر أخرى يوم الثلاثة الجاي خميس يسعد صباحا. صباح الخير. كيف حالك؟ أحضرتنا موجة الحر يعني احنا بنتحدث عن درجات الحرارة العالية. يعطيك الف عافيه. سعد صباحك. موجه الحر راح تستمر في خلال الاسبوع الحالي صحيح. والاسبوع القادم ايضا حسب الارصاد الجويه ويعني ان شاء الله السلامه للجميع واتباع نصائح الصادره من الارصاد الجويه وايضا من الدفاع المدني بهذا الخصوص. هذا الصباح اقتحامات في هذه الاثناء تجري لباحه المسجد الاقصى المبارك، اغلاق ابواب المسجد بالكامل، الحديث يدور عن اصابات. ايضا هذه الاقتحامات جاءت بعد دعوات من المتطرفين اليهود. من قبل اسبوع بدات هذه الدعوات ولتنفيذ اقتحامات لباحه المسجد الاقصى المبارك هذا اليوم في ذكرى خراب الهيكل او ما يسمى خراب الهيكل المزعوم. على كل حال سنقف على جديد التطورات من مدينة القدس المحتلة تحديدا من المسجد الأقصى المبارك. هذا صباح الشرطة الإسرائيلية جيش الاحتلال كان فرض إغلاق في بعض المناطق منذ ساعات مساء أمس، حواجز ومتاريس في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك. هذا الوضع الميداني هذا صباح وجديد التطورات لاحقا إن شاء الله. وأيضا يعني طبعا في محطتنا لليوم خميس كالمعتاد قراءة في أبرز ما عنونا الصحف تمام. والخبر الأبرز في الصحف المحلية توتر. هو توتر في مدينة القدس وإغلاق المسجد الأقصى اليوم ودعوات لاقتحاماته وطقوس تلمودية يعني من المفروض أنه يشهدها هذا اليوم وأكيد بنكون مع وقفة مع الصحافة العبرية. صباح من استوديوهاتنا في غزة نتوقف مع فعاليات معرض نوافذ في غزة بإيرلندا. مؤتمر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية أيضا نتحدث عنه في فلسطين هذا الصباح. قدم لؤي رزقات هذا الصباح ورسالة الشرطة أبرز الحوادث اللي بتشهدها الأراضي الفلسطينية وفيما يتعلق بشجرات وعددها الكبير وحوادث السير أيضا حث الغرق. الليلة الماضية كان في صحيح. هناك مواطن لقي يعني مصرعه نعم. نتيجة لحادث غرق يعني طبعية. حوادث كتير للأسف عم نشهدها، حوادث مؤسفة من شجرات عائلية عم بتصير عم بيروح نتيجتها ضحايا قتلى وإصابات وعدد كبير يعني من هذه الشجرات اللي عمالنا بنشهدها واللي دائما بنقول إنه بنهدي الناس يعني بندعو الناس إنه ما فيش داعي يعني لكل يعني هذا التوتر بالضبط وإحنا مش هيك و يعني شوي هيك الناس تهدى تروق على بعض وين التسامح التغاضي عن بعض المشاكل وبعض الخلافات واللي للأسف يعني عم نشوف الخلافات عم بتصير أشياء كتير بسيطة يعني يوم أمس في نابلس شجار أو حتى أول أمس على 75 شيكل حسب يعني الفيديو اللي كان بالضبط يعني الأمور شوي بدها طولة بال أكتر من هيك يا جماعة. هذا الصباح أيضا نتوقف مع وزارة الزراعة وموجة الحر وأثرها على المزروعات المختلفة. مهرجان ليالي الصيف المقدسية أيضا خميس بنحكي عنه في فلسطين هذا الصباح ويعني مع درجات الحرارة العالية بلشنا نشوف انتهاء طبعا شهر رمضان دخلنا موسم المهرجانات، مهرجانات في القدس في بير زيت الأسبوع القادم وأكيد يعني الحبل على الجرار زي ما بقولوا إن شاء الله. هذا كل ما لدينا في فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم مشاهدينا، نتوقف مع فاصل قصير ونعود مع محطاتنا لهذا الصباح أبرز عناوين الصحف ونتوقف أيضا كما أشرنا إلى مدينة القدس وأبرز التطورات وجديد هذا الصباح. أصبح عليك يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمسك يا بلدنا
يسعد صباحك يا وطنا، يا محلى شمس يا بلدنا. أصبح عليك الخير يا بلدنا. يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا متواصلين معنا في فلسطين هذا الصباح الأحد 26 طبعا من تموز، وكما ذكرنا أحداث عديدة في القدس وتطورات عديدة تشهدها مدينة القدس صباح هذا اليوم ومن ساعات المساء منذ أمس. كريستين ريناوي مراسلتنا من القدس معنا مباشرة. كريستين صباح الخير، كيف هي الأوضاع لديك في مدينة القدس؟ أهلا بك منى وبكافة المشاهدين. يعني صباح صعب على مدينة القدس، منذ ساعات الفجر منعت قوات الاحتلال الرجال دون سن 50 من أداء صلاة الفجر في رحب الأقصى. بعد الساعة 7 أغلقت كافة البوابات، منعت الرجال والنساء من كافة الأعمار من دخول الأقصى، وذلك تزامنا مع اقتحامها لباحات الحرم القدسي الشريف. هنالك محاصرة لعشرات المعتكفين بداخل المسجد القبلي. البارحة اعتكف العديد من الشبان تمهيدا للدعوات التي وجهتها منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام الأقصى اليوم وأداء صلوات المودية فيه إحياء لما اسمه ذكرى خراب الهيكل المزعوم. وبالتالي هنالك عملية محاصرة للشبان في الجامع القبلي، وهنالك أنباء عن عشرات الإصابات جراء يعني مواجهة بين سلاح وبين حجارة إن صح التعبير. على البوابات هنالك تجمع للمواطنين. مرور ساعات خلال هذا اليوم، مرور ساعات أكثر من الإغلاق سوف يرشح مزيد من التصعيد، المزيد من المواجهة، كون البلدة القديمة ما زالت يعني خالية، كون ساعات الصباح ما زالت مبكرة، ولكن استمرار الإغلاق قد ينتج عنه المزيد من الاستفزازات، المزيد من الاشتباكات بين المواطنين المصلين المسلمين الممنوعون من دخول الأقصى وبين المستوطنين الذين اقتحموا قبل قليل. تم الاقتحام كريستين بالفعل؟ يعني نعم، تم الاقتحام؟ نعم، يعني بالضبط كما وجهت منظمات الهيكل المزعوم دعواتها. لبى رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو دعوات المستوطنين، أغلق عمليا الأقصى بوجه المسلمين تماما كما دعوا، والمستوطنون استأنفوا اقتحاماتهم، اقتحموا، والآن هم يعني حوالي 30 مستوطنا دخلوا في أول مجموعة، اقتحموا في أول مجموعة، وذلك الحديث في الأخبار العاجلة عن 10 إصابات حتى اللحظة، وأنباء من داخل الأقصى تقول بأن الإصابات فاقت 20 إصابة، كون قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت، قنابل الرصاص المعدني المغلف بالمصاص. يعني ما زالت عملية الإحصاء غير دقيقة كون المواجهات مستمرة، ولكن تماما كما وجه المستوطنون دعواتهم، المستوطنون استأنفوا الاقتحامات والمسلمين ممنوعون من دخول الأقصى. عمليا استمرار هذا الحصار سوف ينتج عنه المزيد من التصعيد، وسوف نبقى معكم ونوردكم بكل جديد. نعم كريستين، شكرا لك، وأكيد رح نبقى على اتصال معك في فلسطين هذا الصباح. يسعد صباحك. ومن أيضا مدينة القدس المحتلة ينضم إلينا هذا الصباح الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك. صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أين أنت متواجد سمعت الشيخ؟ أنا على يعني في ساحة المسجد الأقصى أمام المسجد القبلي بالضبط. يعني ما هي الأجواء بحوله؟ يعني الأجواء الآن أكثر من 84 جندي
منتشر في جميع انحاء المسجد الاقصى. الان في الساعه 7 كما تفضلت 7:15 بالضبط اقتحمت قوات كبيره من باب المغاربه وباب سلسله وباب خطه وباب فيصل، قوات يعني من جميع هذه الابواب، وحاصروا الشبان في المسجد القبلي. كان هناك مواجهات عنيفه عند المسجد القبلي، وحاولت ان تقتحم داخل المسجد القبلي القوات الخاصه يعني، ووقفنا انا والحراس من اجل ان نوقف هذا الاقتحام داخل المسجد الاقصى، فاعتدوا علي شخصيا وعلى الحراس وبالضرب. وايضا كان هناك الان في اصابات كثيره، لان يعني حتى الان لم يدخل الطبيب لمعالجه الاصابات الموجوده. الاقتحام ما زال مستمر سيد كسواني؟ فتح المجال لقطعان المستوطنين. الان مجموعه اكثر من 30 متطرف جالت برفقه اكثر من 100 جندي في داخل ساحه المسجد الاقصى. تقول جابت، هل يعني ذلك ان الاقتحام انتهى؟ لا، الان هو مستمر في هذه اللحظات. نعم في هذه اللحظات ما زالوا يتجولون في باحات المسجد الاقصى. نعم في ساحات المسجد الاقصى تجول من اجل ان يعني الان ويحميها اكثر من 100 جندي. ما هي رسالتكم سماحة الشيخ بهذا الخصوص وهذه الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك؟ والله هذه الاقتحامات يعني دقيقة، من أجل أن نريد أن ندخل الطبيب إلى الداخل، لا نروح نفتح العيادة طول السيارة. طول السيارة. الدكتور وينه؟ الدكتور غير يعني. جيب الدكتور في صباح. الشيخ عمار. جوه. يبدو انه في اصابات لديك. شيخ عمر كسواني. نعم، نعم. انت تسمعنا معنا على الخط ما زلت؟ نعم من اجل الان بدنا لو توضح لنا ما يجري في هذه الاثناء. يعني شيخ عمر. هذه الاثناء احنا في جرحى نريد معالجتهم، وايضا هناك في نساء وايضا في الساحات ربما انه يعني عندهم حالات اغماء لا نعرف السبب. نريد معالجه كل هذه الامور. هل الوضع مرشح لمزيد من التوتر ام انه سينتهي يعني في غضون الوقت القريب؟ لا اظن يعني الان ما زالت متواجدين قوات المحاصره المسجد الاقصى بجميع الابواب الداخلي وايضا على من الخارج. ايضا من الخارج. نعم شكرا لك الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى. يعني نتركك للأوضاع اللي حولك وأكيد رح نبقى على اتصال معك في يعني الاطلاع على أي جديد في هذا الموضوع. وإلى الصحف خميس ومن القدس اللي عنونت في الخبر الأبرز لهذا اليوم دعوات لاقتحام ثاني ثاني المسجدين وإغلاقه أمام المسلمين اليوم وطقوس تلمودية في ذكرى خراب الهيكل على عدد من أبواب الأقصى. في صحيفة القدس نقرأ أيضا في الأخبار الأبرز محامو أرملة عرفات يطعنون بصحة تقرير استند إليه القضاء الفرنسي لرفض دعواهم. ومن القدس نقرأ أيضا إصابة مواطنين برصاص القوات الإسرائيلية في طول كرم واقتحام مناطق ودهم منازل في بيت لحم واستهداف للصيادين والمزارعين في غزة. لأول الأيام هذا الصباح باللون الأحمر القدس حالة من التوتر الشديد ودعوات للتصدي لخطط جماعات يهودية اقتحام المسجد الأقصى هذا اليوم. توتر في مخيم عين الحلوة بعد اغتيال قيادي في فتح حيث أطلق مجهولان النار أمس في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين على القيادي في حركة فتح طلال الأردني ما تسبب بمقتله مع أحد مرافقيه بحسب ما ذكر مصدر أمني في المخيم في جنوب لبنان لوكالة فرانس بريس. قال المصدر تعرض القيادي في حركة فتح العقيد طلال الأردني لإطلاق نار من مجهولين كانا يستقلان دراجة نارية بينما كان يمر سيرا على الأقدام مع مرافقيه في الطرف الجنوبي من مخيم عين الحلوة فقتل مع أحد مرافقين. على صفحة أولى الأيام الرئيس يستقبل وفدا من بدو الجليل والنقب والشركس والدروز.
إلى صحيفة القدس ونقرأ من أبرز ما عنونت في صفحتها الأولى. استشاري فتح يدعو للاستفادة القصوى من المكانة القانونية الجديدة لدولة فلسطين، أكد ضرورة توفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لصمود المقدسيين. القسام ينشر قلادة وبطاقات 3 جنود وعتاد من كمين في بيت حانون. وأبو مرزوق يدعو لتشكيل حكومة وحدة وعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت للمنظمة. وأخيرا من صحيفة القدس، الزراعة تنفي وجود دجاج مصاب بجرثومة السلمونيلا، وهذا وفقا طبعا لما بدر من مدير عام الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة دكتور عماد مكركر، والذي نفى إصابة مزارع الدواجن الفلسطينية بجرثومة السلمونيلا. وكانت يعني كانت وسائل الإعلام قد تناولت إصابة دجاج في إسرائيل بجرثومة السلمونيلا، وكان في هناك تخوفات أنه تكون يعني هذه الجرثومة وصلت إلى الدواجن في فلسطين، وهذا ما يعني نفته وزارة الزراعة. من أولى الأيام نطلع على الصباح بمرزوق، هذه مطالبنا لتشكيل حكومة الوحدة يمكن حل مشكلة الموظفين وفق الخطة السويسرية، حيث دعا موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، محذرا من انعكاسات الفشل الداخلي على الوضع السياسي ومواجهة العدو. قال أبو مرزوق على صفحته على فيسبوك: ندعو إلى اجتماع موازي للفصائل الموقع على اتفاقية القاهرة عام 2011 لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس موافقة الرئيس أبو مازن وأخذها الثقة من المجلس التشريعي. شدد أيضا أبو مرزوق على ضرورة حل مشكلة رواتب موظفي حكومة حماس السابقة وفق جدولة على غرار الخطة السويسرية لاستيعاب كافة الموظفين الأمنيين والمدنيين وعددهم نحو 40,000 موظف. استشاري فتح يؤكد ضرورة انعقاد مؤتمر الحركة في موعده، حيث أكد المجلس الاستشاري لحركة فتح في بيان صدر في ختام دورة اجتماعاته 9 التي عقدها في مقر الرئاسة بمدينة رام الله تحت شعار دورة الوفاء للشهداء بحضور الرئيس محمود عباس، أكد أهمية انعقاد المؤتمر العام 7 بموعده وفق توصيات محددة حول تطبيق النظام الأساسي ليضمن فعالية الأطر وإدماج الأعضاء والكفاءات والقيادات السابقة بمجالس حركية تضمن استمرار عطائهم والاستفادة من تجاربهم. إلى صحيفة الحياة الجديدة والتي عنونت في خبرها الأبرز لهذا اليوم: استشاري فتح يدعو للاستفادة القصوى من المكانة القانونية الجديدة لدولة فلسطين، وشدد على أهمية الحفاظ على منظمة التحرير وتوحيد مرجعيات العمل الوطني في القدس. ورئيس يستقبل وفدا من بدو الجليل والنقب والشركس والدروز. نقرأ أيضا من الحياة الجديدة: اختيار القيادي الفتحاوي العميد طلال بلاوني في مخيم عين الحلوة، وفصائل المنظمة في لبنان أدانت العملية الإرهابية الجبانة. الحمد لله يستقبل رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن القطاع، والشرطة تضبط أكثر من 400 قطعة من الأسلحة البيضاء في جنين. رام الله وجنين تشيعان جثماني الشهيدين الملازمين حمدان وياسين بعد وصولهما من روسيا. من أولى الأيام هذا الصباح، محامو أرملة عرفات يطعنون بصحة تقرير استند إليه القضاء الفرنسي لرفض دعواهم. أيمن عودة: المطالبة بدولة ذات أغلبية يهودية حديث عنصري. مسؤولون إسرائيليون يحذرون الإدارة الأمريكية من التدخل في قرار الإفراج عن بولارد، وإسرائيل تنفي وجود علاقة بين احتمال الإفراج عن بولارد والاتفاق النووي. تركيا تقصف مواقع داعش والمتمردين الأكراد سعيا لإقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية، وسعت غاراتها لتشمل حزب العمال الكردستاني داخل العراق. القسام تنشر بطاقات جنود إسرائيليين وعتادا عسكريا لأول مرة. نصر الله يؤكد ثقة حزب الله في استمرار الدعم الإيراني. فيما تبقى من عناوين: شركة أبل ترفض نشر تطبيق إخباري لحركة حماس، إيران تدعو لاحترام السيادة الوطنية بعد الغارات التركية في سوريا، بروفا أولى ناجحة لتشغيل قناة السويس الجديدة، واستعداد للافتتاح المشروع القومي الكبير في 6 من آب القادم، وهرتسوغ يهاجم نتنياهو يقول يستخدم متلازمة 9 من آب لإخافة الإسرائيليين.
إلى صحيفة الحياة الجديدة مرة أخرى، ووكيل سلطة الطاقة عبد الكريم عابدين يؤكد أن حل أزمة الكهرباء والعودة إلى جدول 8 ساعات تقريبا في غزة. موجة الحر حتى نهاية الأسبوع، إذ قال مدير عام الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد أن موجة الحر الحالية سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع، محذرا من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المواطنين والمزروعات والحيوانات، ودعا طبعا إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس وخاصة في ساعات الذروة، بالإضافة طبعا إلى يعني محاولة شرب السوائل وأخذ الكثير من المياه. مصرع طفلة جراء سقوطها داخل منزلها في خان يونس، ومسؤولون أمريكيون ينفون تقريرا عن استعداد واشنطن للإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي بولارد. هذه أبرز عناوين صحيفة الحياة الجديدة لهذا اليوم. وبهذا نختم الجولة السريعة مع أبرز عناوين الصحف المحلية، وفصل قصير من بعده أبرز ما تناقلته الصحف الإسرائيلية هذا الصباح من عناوين. يسعد صباحكم مشاهدينا وما كنتوا بتتابعونا، طبعا متواصلين في فلسطين هذا الصباح، وطبعا جولة في أبرز ما عنونت الصحف العبرية الصادرة لهذا اليوم. وزميلنا فايز عباس، يسعد صباحك. صباح الخير. كيف حالك اليوم؟ صباح الخير، يعني مليح، بس اليوم هو بالنسبة ما يحدث في القدس الآن، واليوم الصوم 9 آب بيسموه في عند اليهود، وإن بصوموا اليوم وبيظلوا يصلوا لا تغيب الشمس في ذكرى ما يسمونه وخراب الهيكل الأول والأول والثاني. فهن خايفين أن يكون خراب الثالث، يعني في استطلاع على الرأي، يعني أنه ممكن يكون خراب الثالث للهيكل. في معلومة يعني الموضوع. يعني الخراب الهيكل الثالث معناه تدمير إسرائيل. نعم. أبرز العناوين. طبعا اليوم كله الحكي في الصحف العبرية عن كيري وبولارد الجاسوس الإسرائيلي الذي يمكن أن يطلق سراحه. صحف معريف ويديوت أحرونوت عن بولارد العناوين الرئيسية، لكن صحيفة آرتس، ونبدأ عن صحيفة آرتس، طبعا عناوينها بتختلف. بولارد ماخذ إشي يعني طبعا الصفحة الأولى لكن مش بارز، ولكن العنوان الرئيسي لصحيفة آرتس اليوم هو أنه في تقرير داخلي في الإدارة المدنية بأن أراضي سوسيا تابعة للفلسطينيين وليس لإسرائيل. طبعا وصل التقرير، هذا التقرير اللي وصل لنسخة منه لصحيفة آرتس يعتمد على وثائق تركية منذ عام 1881. وإسرائيل طبعا التي تنوي هدم هذه القرية كما هو معروف، هناك ضجة عالمية، تنكرت لهذه الوثائق مع أنها رسمية معتمدة. هذا التقرير مين أعده؟ مش مكتوب هون، هذا لأنه كيف تسرب لصحيفة آرتس يعني، ولكن أنا بعتقد أنه من داخل الإدارة المدنية اللي بيسربوا هذه التقارير. طبعا هذا التقرير يعني، والشيء الجديد اللي فيه يعني كشف هذه الوثائق اليوم، بعتقد أنه هو سيكون له ردود فعل
على المستوى ليس الداخل إسرائيل وإنما على المستوى الدولي، خصوصا المنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية. نعم. يعني دعا إسرائيل لل يعني لوقف هذا المخطط القاضي بهدم سوريا. يعني والدول الأوروبية هددت إسرائيل، وحتى الصديق الأكبر لإسرائيل الولايات المتحدة قدمت احتجاج ودعت أن هذا ترانسفير. لذلك إسرائيل في الموضوع عفوا أنه استعمال مصطلح الترانسفير. ترانسفير يعني ما بهذا اليهود يعني بهذا يعني وكأنه حكر على اليهود، يعني لما كانوا ينقلوا اليهود من مدن ألمانية إلى معسكرات الإبادة أو المحرقة كانوا يستعملوا هذا المصطلح الترانسفير لليهود. فهن استعمالوا ترانسفير إن إسرائيل تستعمل الترانسفير هذا أثار غضب إسرائيل، يعني لأن هنا الربط بينهن وبين النازية يعني كان إشي مهم. طبعا كيري بعده بحاول إنه يقنع الأمريكيين خاصة الكونغرس بالتصويت إلى جانب أو بعدم منع إقرار الاتفاق الإيراني الغربي، ويقول أن العالم سيتهم إسرائيل إذا ما تم رفض الاتفاق الإيراني الغربي في الكونغرس، وهذا الأمر سيفرض العزلة أكثر على إسرائيل، لأنه طبعا كل دول العالم أو مجلس الأمن يعني أقروا هذا الاتفاق، يعني تيجي الكونغرس يعني أنا يعني ما شايف أنه يعني حتى إذا الكونغرس يعني ألغى هذا الاتفاق هذا لا يعني أنه الاتفاق سيتم إلغاؤه، لأنه الولايات المتحدة هي جزء من ست دول من منظومة أو جزء من ست دول التي وافقت على هذا الاتفاق. عندك عندنا الصين وروسيا والدول الأوروبية يعني، فوضع نتنياهو صعب يعني. وكيري أيضا حذر إسرائيل من إمكانية ضرب إيران، وقال هذا سيكون خطأ فادحا من جانبها وله أبعاد صعبة للغاية على إسرائيل. طبعا هذا التحذير له أيضا دلالات على أن يعني هناك يقال أو في إسرائيل على الأقل أنه في الاتفاق يعني في فقرة تتحدث عن الدفاع أو مساعدة إيران في حال تم قصفها من قبل إسرائيل. طب هذا اللي بيدعي أنه سر، إسرائيل بتدعي أنه سري، ولكن يبدو أنه في شيء هذا سيحرج الولايات المتحدة. طبعا 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 الجاسوس يوناثان بولارد قد يخرج من السجن في 21 نوفمبر. رئيسة حزب ميرت زافا غالون كان في مؤتمر لحركة السلام الآن قالت يجب أن نعمل على استقرار المعسكر اليساري الوسط، وبعد ذلك حزب ميرتس يفحص إمكانية أن ينضم إلى شيلي حيموفيتش يعني إلى حزب العمل أو إلى أيمن عودي القائمة المشتركة. طبعا أيمن عودي كان رده واضح في الاجتماع نفسه، قال أنه لن نكون في قائمة واحدة مع ميرتس. الجبهة الجديدة لأردوغان داعش. بدون نفوت على التفاصيل لانه انا متاكد انه مشاهدينا الكرام متابعين هذا الموضوع. طبعا اسد تدفع هي الثمن، تركيا ثمن مؤامرتها على سوريا وادخال الدواعش هذولا اللي بلشوا يشتغلوا فيها، بس حرق 1500 دونم من الاراضي في منطقه غرب القدس. يعني تدريبات، لا ما هو بقول لك إهمال مش تدريبات عسكرية، ولكن إهمال من مواطن أو يعني مش عارفين يصلوا إهمال أكيد، ولكن مين اللي يقف وراء هذا الإهمال ما حدا بعرف، ولكن يعني لحسن حظنا الفلسطيني ما اتهموا أنه على خلفية قومية، لكن يعني عادة بشيروا إلى أنه على خلفية قومية. يعني الجيش يزيل كتابة على القبر جندي قتل في الحرب الأخيرة على غزة، لأنه كتب على هذا أهله كتبوا على هاي البلاطة اللي بيحطوها على القبر أنه سقط في فترة سلطة نتنياهو ويعلون، فالجيش راح وزاح قبحها عن القبر يعني، لأنه طبعا هذا بضر فيهم يعني. مش طبعا الكاريكاتير في هارتس عن إيران يعني كيري مبسوط أنه إيران هي بدها تفحص لحال، بدها تفحص يعني اذا كان اذا بصير اي
خرق للاتفاق، يعني ايران اللي بدات تفحص الموضوع يعني، بقول يعني انه الايرانيين هن اللي رايحين يرسلوا المواد اللي تطلبها من اللجنه الدوليه للنووي. وكيري بقول يعني احنا عندك خلينا الشغل هذا الاسود للايرانيين، يعني هذا إشي يعني هون بإسرائيل يعني بشوفوا فيها إشي خطير جدا. بقول لك كيف يعني بدك 21 يوم لازم يعطوا الإيرانيين إنه بدهم يفحصوا، وإيران هي اللي بتقرر من أي أماكن اللي يفحص تعمل ينعمل الفحص. وهذا طبعا مقلق جدا إسرائيل. صحيفة معريف ترى كما يعني مبين على الصورة بولارد، صور لبولارد وصور كثيرة لبولارد، والعنوان الرئيسي نشد على يديه يعني. تقرير في الولايات المتحدة عن استعدادات لإطلاق سراح الجاسوس بولارد، مصادر في الإدارة الأمريكية هذه الإمكانية واردة لإطلاق سراحه. اللوبي في الكنيسة من أجل إطلاق سراح بولارد، والربط بين اطلاق سراحه والاتفاق الايراني هو امر سخيف وغير منطقي ولا علاقة له في اطلاق سراح في الاتفاق الايراني. لكن في صحيفة دوت حررات سنصل، المحلل الاستراتيجي الامني رونين بيرغمان بيكتب انه فيه علاقة صفقة. نعم. خربان بيت الهيكل اليوم تحت حراسة مشددة، اليوم صوم الثمانية اب يعني المعروف، فيها استطلاع حصل بسبب يعني هذه المناسبة، 42% يتخوفون من خراب إسرائيل، 28% من النووي الإيراني، و 19% إيش ممكن يكون؟ فساد. فساد نعم. للفساد يعني تخوفون تنتهي إسرائيل بسبب الفساد. كيري يحذر من ضرب إيران، وبريطانيا تزيل منع السفر عن إيران، يعني بلش ويرجع علاقات طيبة. طيب في أموال في مليارات الدولارات يعني الشركات البريطانية بدها إياها طبعا. نيتا بار اليوم تكتب في صحيفة معريف مقال، أردوغان يحصد الآن ما زرع، لأنه سمح لداعش بالعمل من على حدوده يعني. وهنا مش بس داعش يعني، وعنده كمان الأكراد اللي بلشوا يشتغلوا في تركيا يعني، بعد ما يعني قصف أو الجيش التركي قصف مواقع للأكراد يعني PKK يعني الحركة الكردية للاستقلال. موقف محرج لرئيس شعبة المخابرات العسكرية السابق عاموس يادلم في لندن، تم توقيفه لفترة بعدين سمحوا له بالدخول بعد الفحص يعني إذا في أمر اعتقال بحقه. رئيس المعارضة هيرتزوغ هذا مرات تسمعه أنه بيحكي مع نتنياهو مع الدولة يعني عمليا هو مع نتنياهو، ومرات بتقول أنه هذا زلمة بركض بالهذ زي الكلب الجوعان أنه يفوت على الائتلاف يعني. هو بقول عشية خراب الهيكل نتنياهو يتصرف بهستيريا بدل أن يقود البلاد، يعني بدل أن يكون قائد هو بتصرف بهستيريا وبيستعمل كلمة تخويف وترهيب الناس من أجل أهدافه السياسية، مش لأنه في خطر فعلي على إسرائيل. واللي كود برد عليه ولا أنه هيرتزوغ يتحدث وكأن إيران تنتج سلاح نووي من أجل السلام. يعلون يعترض بشدة على تصريح لأحد أعضاء انتخاب القضاء في إسرائيل، وهو من حزب إلياتوف اسمه، وهو من حزب إسرائيل بيتنا، الذي قال لن يكون قاضيا عربيا، لن يعين قاضيا عربيا إذا لم ينشد النشيد الوطني الإسرائيلي هاتيكفا الأمل. فيعلوم رد عليه يقول هذا إفلاس أخلاقي وتحريض ضد جمهور واسع. إذا يعلوم بيحكي هيك يعني فإحنا لازم نفحص حالنا. صحيفة معريف اليوم الكاريكاتير فيها هو عن الحرب بين داخل المعارضة يعني في إسرائيل، ميرتس وحزب العمل مبلشين لبعضهن بوكسات. هسا نتنياهو أو لابيد بقول له لليبرمان
شو رايك ان اليوم نحكي لنا انه الكراهيه الداخليه كانت السبب في خراب الهيكل؟ ان هيك بانوا يعني الكراهيه الداخليه هي كانت السبب يعني. ولا بقول له ليبرمان سيبك ليش بدنا نهدم هذا الشغل، خلينا دابكين ببعض يعني اللي صار الاسرائيلي خلينا نبلشين لبعض بوكسات. وفعلا في خلافات قويه داخل المعسكر اللي يسميه او داخل المعارضه في اسرائيل، لانه في المعارضه يعني حزب ميرتس اللي ممكن يكون عنه فعلا انه حزب معارض، ولكن اطلاق الاحزاب يعني معارضتهن شوي يعني تافهه اتفه منهن يعني. هيرتزوغ انسان تافه يعني، بدل ما يطرح نفسه بديل لنتنياهو وبطرح يعني كيف يدعم نتنياهو بشكل غير مباشر. صحيفه ديات احرنوت العنوان الرئيسي 9 باب، الاف في حائط البراق المركة. في بعدين عن بولارد طبعا، في طريقه الى البيت الجاسوس بولارد قريبا جدا سيطلق سراحه بعد 20 عاما من السجن. رونان بيرغمان هو كاتب محلل استراتيجي وكتب عدة كتب يعني، وعنده دكتوراه في هذه الأمور، بيقول إن الولايات المتحدة كانت قررت أن يكون الجهاز العروس بسموه بالعبري نيدونيا جهاز العروس، إنه لازم يكون للجهاز عروس الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني هو إطلاق سراح بولارد، لكن هذا لم يحدث ولم يطلق سراحه. والآن سيكون جهاز الاتفاق الإيراني اللي تم التوصل عليه التوصل فيه على الرغم من أن في إسرائيل سيكون الجهاز إطلاق سراح بولارد. يعني بطلبوا بربط بين إطلاق سراحه وبين الاتفاق النووي. طبعا احنا حكينا أنه اللوبي الصهيوني من أو في الكنيسة من أجل إطلاق سراحه يعني بدي أنه ما فيش علاقة، بس هنا رونان بيركمان ما بيكتب هاي الأمور بدون ما يكون في مصدر عنده طبعا أكيد متأكد من مصادره يعني. شرطية قدمت شكوى على التحرش الجنسي ضده فتحولت حياتها إلى جحيم من زملائها يعني، من الشرطة نفسها يعني تلويث اسمها وطلع شائعات عنها كثير كريهة يعني، يمكن هي اليوم ندمان اللي قدمت شكوى. وطبعا هناك الغضب في تل أفيف ما هن بكتبوا في القدس يعني مكتب رئيس الحكومة من تصريحات كيري اللي حذر فيها من إحباط الاتفاق في الكونغرس أو توجيه ضربة لإيران بشكل مؤثر. طبعا يعني هذا الأمر كثير يعني، لأنه عمليا هذا تصريحات كيري هي دخلت إلى عقول المجتمع الدولي يعني، وإذا بصير أي خرق للاتفاق إسرائيل المتهمة. فهذا كثير شيء بغضب نتنياهو، لأنه نتنياهو اليوم العالم كله بده يتهمه أنه هو المسؤول. يعني حط نتنياهو تحت الأمر الواقع، لا بتسكت لا العالم كله ضدك وبما فيهن الولايات المتحدة. بهذا نختم؟ نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ فايز عباس. هذه أبرز العناوين التي طلعتنا أو كانت على الصحف الإسرائيلية هذا الصباح. فقط في الأخبار وتطورات المشهد في مدينة القدس المحتلة، الشرطة الإسرائيلية في آخر الأخبار تشتبك مع المرابطين والشبان المقدسيين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. حديث يدور عن اعتقال أو الاعتداء على صحفيات مقدسية، وأيضا هناك يتم رش المواطنين المصلين المقدسيين بغاز الفلفل. سنتابع هذا الموضوع في سياق فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم. طبعا فاصل قصير خميس ومنكون مع محطات فلسطين هذا الصباح، وأكيد بكوننا وقفات خلال فلسطين هذا الصباح من مدينة القدس مباشرة.
اهلا بكم مشاهدينا، يسعد صباح كل من انضم الينا في هذه اللحظات. متواصلين معكم في فلسطين هذا الصباح وخميس، بنروح على معبر الكرامه وحركه المسافرين المغادرين والقادمين، وعم نشوف في الايام الاخيره يعني حركه نشطه للمغادرين والقادمين، ويعني في شكوى من الاعداد الكبيره اللي متواجده على المعبر، وكان في حديث حتى عن يعني ناس عمالها بترجع كانت خلال الايام الاكتظاظ والعدد الكبير. صباح معنا عبر الهاتف المقدم مصطفى دوابشه مدير شرطه معبر الكرامه. صباح الخير. صباح الخير اخ خميس، صباح الخير للاخوه المشاهدين جميعا، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. كيف الاجواء هذا الصباح؟ في ازمه ولا كيف؟ مع بدايه الاسبوع يعني الاحد عمليا الدوام الكامل نحكي. اخ خميس كما اسلفت انت في البدايه، الحركه على معبر الكرامه خلال الاسبوع الفائت كانت حركه قويه جدا وما زالت مستمره حتى اليوم. شاهد معبر الكرامه حركه نشطه جدا، بلغ متوسط المسافرين اليوم في الاسبوع الفائت ما يقارب 10,000 مسافر ما بين قادم ومغادر. طبعا نتكلم عن حركه كبيره جدا، حركه كانت متوقعه ولكن كانت اكبر حتى من المتوقع. ما زالت الحركه نشطه حتى اليوم. طب سيادة المقدم، برايك شو هي اسباب هذه الحركه النشطه؟ هل هو انتهاء الشهر الكريم وانتهاء فتره الاعياد وبالتالي الكل اللي بده يجي او بده يروح؟ نعم اخت منى، كما تفضلتي شهر رمضان لا شك انه شكل عامل ضغط بالنسبه للمناسبات وتاجيل بعض المناسبات، وانعكس على حركة المواطنين سواء بالنسبة للمناسبات الأفراح أو بالنسبة لقضاء الإجازات أو غيرها. الحركة كانت في شهر رمضان حركة متوسطة، انعكست ما بعد رمضان حركة قوية جدا. نتوقع أن تستمر الحركة في قوتها طيلة الشهر القادم، ولكن مع نسب متفاوتة أقل نسبيا من الأسبوع الفات، ولكن نتوقع أن يستمر حتى الشهر القادم حركة قوية جدا حتى مطلع شهر 9 الأول من شهر 9 القادم. نتوقع أن تستمر الحركة قوية، ولكن نحن كما رأيتم وتروا لم يعد أي مواطنين بالنسبة للمغادرين. بالنسبة للقادمين كان هناك كلام عن عودة بعض المواطنين يوم أمس بالنسبة لمن قدموا من خارج الوطن. نتوقع أن تكون الحركة أقوى بالنسبة للقادمين خلال الأسبوع الحالي. الحركة قوية حتى بالنسبة للمغادرين، ولكن نتوقع أن تنعكس بقوة أكبر على القادمين. لأنها لأنها كانت أقوى بالنسبة للمغادرين الأسبوع الفائت، ولكن هناك جهود كبيرة لاستيعاب الحركة، لاستيعاب المواطنين لتسهيل سفرهم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك المقدم مصطفى دوابشة مدير شرطة معبر الكرامة، يعطيكم العافية. صباح الخير. مباشرة لغزة والحديث عن فعاليات معرض النوافذ في غزة، طبعا هذا المعرض اللي تم تنظيمه في إيرلندا. صباح تنضم إلينا مباشرة من هناك زميلة خولة الخالدي. صباح الخير يا خولة. صباح الخير. صباح الخير خميس، وصباح الخير منى، وصباح الخير لكل مشاهدين الكرام وين ما كانوا بيتابعونا في برنامج فلسطين هذا الصباح. نوافذ على غزة هو عنوان المعرض الذي شارك فيه مجموعة من الفنانين الفلسطينيين، ولكن هذه المرة في أيرلندا للحديث عن الواقع الفلسطيني باختلاف أطيافه ومعلوماته وأيضا أفكاره المختلفة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن أرحب معي بالأستوديو بإحدى المشاركين بهذا المعرض، الفنان التشكيلي شريف سرحاني. سعد صباحك أكيد. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام. شريف، في البداية قبل أن نبدأ حوارنا في فلسطين هذا الصباح، معنا تقرير أعدته لنا الزميلة أسماء الودية. مشاهدين الكرام لنتابع هذا التقرير ثم نعود لاستكمال حوارنا، ابقوا معنا. نوافذ في غزة، معرض صور اختتمت فعالياته في إيرلندا، حيث جالت لوحات هذا المعرض عدة محافظات إيرلندية بمشاركة من مجموعة لوحات فنية لفنانين فلسطينيين من قطاع غزة. كان التواصل من الفنان الإيرلندي اللي هو السيد فيلم من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. السيد فيلم أجا على غزة واختار مجموعة من الفنانين، اختار مجموعة من الأعمال وقدر أنه يأخذهم معه على إيرلندا. كان المعرض في عدة مناطق في إيرلندا، أهمها كانت في مدينة دبلن. لقى المعرض تضامن كبير مع شعبنا. كان اسم المعرض نوافذ على غزة. استطاع اثنين من مجموعة هؤلاء الفنانين السفر إلى إيرلندا، حيث المعرض الذي شاركوا به لإيصال رسالة شعب بأكمله يتطلع لمستقبل أفضل حيث السلام والعدالة.
كان عندي مجموعة أعمال كان اسمها وجوه محاصرة. هذه الوجوه المحاصرة أنا بشوفها يوميا في قطاع غزة في بلدي. نتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت إلى أولا المسؤولين هنا في غزة وفي فلسطين تحديدا، وأيضا أن تصل إلى العالم الخارجي بمنظور الفنان. وأعتقد أن الفنان هو يعني الناقل المؤتمن على قضايا الشعب أكثر من أي شخص آخر. اللوحات التي شارك بها الفنانون والمتبقية غير التي بيعت في إيرلندا من المفترض أن تصل إلى القطاع منذ فترة، ولكن صعوبة الظروف وإغلاق المعابر حال دون وصولها، مما يدلل على معاناة الفنان الفلسطيني وحرمانه من أبسط حقوقه وهي الحصول على لوحاته ومقتنياته الفنية. لبرنامج فلسطين هذا الصباح، أسماء الودية، غزة. طبعا عدنا لكم مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير، وأرحب مجددا بضيفي بالأستوديو الأستاذ شريف سرحان الفنان التشكيلي. سعد صباحك من جديد. صباح الخير كمان. يعني في البداية قبل أن نحكي حكاية هذا المعرض، يعني نبدأ من الفكرة، كيف نشأت هذه الفكرة؟ الفكرة هي بلشت من فنان صديقنا على الفيسبوك. هو فنان كتير مشهور بإيرلندا وكبير، اسمه فيليب أنجل. هذا الرجل هو ضمن مجموعة من المتضامنين الأجانب مع القضية الفلسطينية. بعد الحرب الأولى على غزة في 2008-2009 حاول الدخول على غزة من خلال الأساطيل الحرية اللي بتيجي أو السفن، وللأسف اعتقل ومنع من الدخول للأراضي الإسرائيلية. بال 2012 حاول يجي أكثر من مرة ما عرفش يجي، سنحت له الفرصة يدخل عن طريق معبر رفح بعد الحرب الثانية في 2012. إجى لمدة أسبوع ضمن وفد من المتضامنين الأجانب، وتسنى لأنه إحنا نشوفه ما يقارب اليوم أو اليومين اللي نقدر نتناقش فيه مع الأفكار اللي هو بطرحها وفرجي الفن الفلسطيني بغزة كيف يعني هذه الحوارات الثنائية اللي بتصير دائما بهيك قضايا. هل تعرفتم على أنواع جديدة من الفن الخارجي الموجود رغم قصر المسافة لوجود مواقع التواصل الإلكتروني المختلفة، ولكن أيضا تناقل الأفكار عن قرب وجها لوجه يعطيك أفكار جديدة ويعطيك يعني اختلاف بالرؤية، كيف ترى هذه اللوحات وكيف ترى هذا الفن؟ يعني هذا هو اللي بيصير بالوضع الطبيعي لأي فنان، أنه لما بيصير المحادثة فسيولوجية بتصير القضية أكثر أقرب، وبتصير في حوارات ونقاشات أكثر تعمقا بقضايا الفن. صحيح. عكس ما بتعمل الأشياء على الفيسبوك، مرات حاجز اللغة بيلعب دور، مرات التعبير الوجه ولغة الجسد بتلعب دور، وبالتالي بيصير أقل تواصلا، يعني هو تواصل بس أقل تواصل. بينما إذا بتقابل الفنان وجها لوجه وبتحكي معاه وبتجيه عندك على مرسمك، بيشوف لوحاتك وانت بتروح بتشوف لوحاته، وبالتالي بيصير في حوارات مختلفة ومعمقة أكثر في قضايا الفن المعاصر. طيب، تم نقل هذه اللوحات إلى إيرلندا كفكرة وجود معرض يعبر عن قطاع غزة بالتحديد. مجموعة من الأفكار كانت متواجدة في هذا المعرض، أبرزها كان موضوع الحصار. ماذا بعد هذا الموضوع، وماذا كانت أبرز المواضيع التي تم طرحها من خلال هذا المعرض؟ يعني هو المعرض أول شيء طلع مش بسهولة، أطول من الجملة اللي انت حكيتيها. أخذ وقت كتير لنطلع الأعمال خارج غزة بسبب الحصار، وهذا واحدة من المعضلات تبعت المعرض والعقبات اللي واجهتنا كفنانين، كيف نطلع أعمالنا، خاصة أنه بنحكي على لوحات مش عم نحكي على إشي ديجيتال اللي ممكن نبعته بالإيميل وينطبع هنا. فبعد عناء شديد قدرنا نطلعهم مع حد من القناصر اللي جايين على غزة على السفارة الإيرلندية في أراضي 48، ومن ثم إلى إيرلندا. هذه العملية يمكن استغرقت لها شهر ونص لشهرين تقريبا، وقت طويل جدا طبعا بالمقارنة بأي دولة أخرى. جدا، لأنه الآن إحنا نحكي بلشنا بالفكرة بشهر تقريبا 10 أو 11، المعرض صار بشهر يعني أربعة. المعرض الأولاني أول معرض صار 6/2014. يعني أخذت فترة تقريباً طويلة، تقريباً أكثر من عام ونص. أخذت فترة طويلة لطلعت الأعمال
ونقاشات ما بين الأعمال وشو اللوحات اللي ممكن تكون مشاركة. هلا طبيعة الأعمال المشاركة هي حسب طبيعة كل فنان كيف بيرى المدينة اللي هو عايش فيها غزة، لأنه هذا ضمن عنوان المعرض شبابيك على غزة. كان في جزئيتين بهذا المعرض، الجزئية الأولى هي أعمال الفنانين الشباب اللي اختلفت مواضيعها وتنوعت ما بين وجوه الناس المحاصرة، ما بين حكايات الناس، ما بين اليوميات الحياتية للناس. جميل. بينما والجزء الثاني كان هو وكانت مصادفة يعني انه كان وقت الحرب او بعد ما خلصت الحرب، كان عنا بالاستديوهات تبعتنا عاملين ورش لتفريغ نفسي للأطفال. جميل. فعرضنا جزء من أعمال هذه الأطفال اللي كانت بتعبر عن قضية الحرب وكيف عاشوا هالأيام القليلة في الحرب الثانية في 2012. فبلش ما يقارب 11 فنان كان مشارك بهذا المعرض من ضمنهم تقريبا صبيتين والباقي كلهم شباب. هذه المشاركة المميزة ماذا أضافت في جديد هؤلاء الفنانين، وأيضا أبرز المعيقات التي واجهتكم أنتم كفنانين عرضتم لوحاتكم في دولة أخرى غير وطنكم؟ يعني هي شو أضافت للفنانين؟ أضافت لهم أنه صار في كثير ناس بيقدر يشوفوا أعمالهم خارج أسوار غزة، حتى خارج أسوار فلسطين، وهذا كثير بحد ذاته جيد لأي فنان أنه يعرض أعماله الأصلية كمان، مش كوبي عن العمل. زائد انه هذا العمل هذا المعرض بيجي ضمن رؤيتين، رؤية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وهذا مهم لنا لنثبت وجودنا خاصة في دولة زي إيرلندا. جميل. الشيء الثاني هو نقل الفن ورسائل الفن من خلال هذا المعرض، وهذا أهم للفنان، انه احنا بنقول انه احنا فنانين موجودين نقدر نعبر عن قضايانا، سواء القضايا الاجتماعية أو القضايا السياسية أو الوضع اللي احنا عايشين فيه كفنانين، وبالتالي من حقنا انه احنا نعبر بالرؤية والوسيلة اللي احنا بنقدر نشتغل فيها أو نشوفها مناسبة للفنانين. جميل. وبالتالي كان جزء من هذا المعرض مهم بهذا الاتجاه اللي بنقدر نوصل فيه كفنانين أصواتنا. طيب كان في هناك هدف مميز جدا من خلال هذا المعرض أيضا، بأنه جزء من ريع هذا المعرض أو الأرباح التي خرج بهذا المعرض هي للأطفال. مزبوط، هو جزء منه كانت في مجموعة من الصور أو نسخ على الأعمال تباع بهذا المعرض. بالإضافة لأنه كان بيع العمل نفسه بيرجع للفنان كاملة. حلو. حتى يعني بدون ما تحسب العمالة عمولة الحوالة المالية، وبالتالي هذا كان جيد للفنان، واستطاع الفنان المقيم للمعرض أنه يقدر يبيع مجموعة لا بأس بها من الأعمال لهذول الفنانين اللي بيقدر يساعدهم إلى حد ما على قوت يومهم. جميل. أنا سألتك سابقا عن موضوع المعيقات، ولكن أبرز المعيقات التي لم تتحدث عنها بأنه أنتم 11 فنان لم يخرج منكم إلا فنان واحد هو أنت إلى أيرلندا بسبب ظروف الحصار على قطاع غزة. إلى أي حد هذا شكل مشكلة أو معضلة في وجوه هؤلاء الفنانين، خاصة أنه لوحاتهم متواجدة في أيرلندا ويشاهدها الجمهور الأيرلندي؟ يعني هي مشكلة للفنانين مش بس بهذا المعرض، بكل المعارض اللي بتكون على نمط هذا المعرض أو على غراره. أي فنان بيحلم دائما أو يعني بيتمنى يكون مع أعماله في المعرض اللي بيكون فيه، سواء بالضفة الغربية أو بأي مكان، حاول أن يرى ردود الأفعال. بالضبط، لأنه حكيت لك أنه التواصل الجسدي هو أكثر قربا للإنسان منه يشوف ويسمع شو بيصير بقضايا بلوحات وردود فعل الجمهور. صحيح. أنا جربت أنه أحضر الافتتاح الأول هو اللي كان بدبلن بالعام الماضي. والصحيح ما طلع ليش التصريح، يعني كان كل شيء معايا، فيزتي عدم الممانعة الأردنية كانت معايا، وفقط كان باقي التسريح الإسرائيلي لمغادرة غزة. في المعرض الأولاني الافتتاح، وكان هو بالنسبة لي كثير مهم لأنه كان بدبلن وكان بمتحف كثير مهم بدبلن، وهذا ورح تشوف أولى ردود الأفعال. بالضبط. وكمان أنك أنت لما بتكون موجود غير لما بتكونش موجود، لما بتكون موجود بكون تأثير الناس كمان أكثر. صحيح. وبالتالي حتى كمان يعني صديقنا الفنان كان يحرص انه انا اكون موجود بهذا المعرض بالذات. بس للاسف يعني ما كانش في عندي تسريح الخروج،
وبالتالي تأجلت زيارتي للمرحلة المحطة الثانية من هذا المعرض. هو بمدينة كثير مهمة يعني مش أقل أهمية من دبلن. لا المعرض الثاني كان بمدينة اسمها ديري بشمال إيرلندا. هو تجول المعرض بأكثر من منطقة. راح على أكثر من مدينة وختم بالمرحلة الأخيرة بدبلن ثاني كمان مرة بمكان ثاني. وبالتالي هذه الجولة اللي صارت بهالدولة بهالمدن جولة لمدة عام كامل تقريبا كثير فادت انه صار في كثير ناس مش عم بيعرفوا مين